في ظل الاختلالات الأمنية المتكررة لا يحكي واقع الحال سوى تصدير الخوف والقلق. هنا ينفذ السكان وقفة احتجاجية للتنديد بفوضى الانفلات الأمني والاغتيالات المستمرة التي قد لا تكون آخرها محاولة اغتيال الناشط الشبابي إبراهيم الجبري. محاولة اغتيال إبراهيم الجبري بكاتم للصوت ومحاولة تهديد أحمد الصهيبي هي محاولة لإسكات كل أصوات الحقيقة في تعز، وهذا ما ندينه، هذا ما نرفضه، هذا ما لا يمكن أن تقبله تعز، مدينة الخير، مدينة السلام. هؤلاء يريدون أن يسرقوا بصيص الأمل الذي يتعظم في قلوبنا. على مقربة من هذا المكان أيضا تقوم اللجنة الأمنية بممارسة مهامها في إزالة الأسواق التي تسببت ساحتها في الاشتباكات المسلحة بين بعض فصائل المقاومة وراح ضحيتها مدنيون قتلى وجرحى، في إطار حملتها الواسعة لإعادة الأمن والسكينة إلى المدينة. فيما يخص إزالة أسواق القادمة من وسط المدينة في نظري قد تكون كحل مؤقت، هي خطوة جيدة، لكن الأصل هو تنظيم الأسواق، تنظيم الإيرادات وضمان أصولها إلى الخزينة العامة للدولة بما يتكفل أو يكفل الحد بل القضاء على معظم هذه المشاكل. اللجنة الأمنية المعنية بالأمن تعقد من وقت إلى آخر مع قيادة السلطة المحلية وقيادة محور تعز لقاءاتها المتواصلة لإعادة فرض الأمن وملاحقة المتسببين في إقلاق السكينة العامة، وهو ما يترك تساؤلات عديدة أهمها: هل ستنجح جهود السلطة المحلية بفرض الأمن هذه المرة أم أن الأمور ستكون كسابقاتها؟ يحضر رجال الأمن ويغيب الأمن، هاجس يؤرق الكثير من السكان هنا، ولذا يخرجون من وقت إلى آخر للمطالبة بفرض السكينة. فهل ستجد الرسالة طريقها نحو المعنيين أم أنها ستذهب أدراج الرياح؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.